بس انا هريحك، انا ماليش دعوه بسكه ناس، دي سكه وحشه هو بس اللي يمشي فيها. انا طول عمري عارف انه ناقص، بس ما كنتش اتخيل انه في الحضيض قوي كده. بس انت غبي عشان كده متهيأله ان محدش شايف اللي بيعمله، ان واحد زي عبوده كده ممكن يحميه. انا هسلمه. هسلم نصيبك؟ شفت؟ مش بقولك الناس ساعات بتبقى غريبة؟ يعني سيادتك عايزة ناس كنت؟ مش هو اللي فارق معاي، انت اللي فارق معاي. ازاي هتسلمه وتتجوز اخته؟ دي خارج عن دي. وهي هترضى؟ هي ما بتغورش. ممكن، بس مش لدرجة انها تسيبك تسجنه ولا انك تمرمط اسم مشعل اللي هي طالعة بيه السما. انا مش هقدر اسكت على حاجة زي دي، وجاي اخد موافقتك. ماليش دعوة ولا يفرق معايا سجنه من عدمه. بالعكس، ساعات في ظروف شبه دي كده احب اقعد واتفرج، يمكن افهم الناس. انا بس عايز اسالك سؤال، هي ندى تفرق عن مازن؟ طبعا.